2, 1, 0. رد شجرة اللاقة عزيزة وسادة بالنسبة للنصف الماراثون ماراثون ديال الدار البيضاء طبعا ديال اليوم 15، كيف تنظن بينكم؟ راكم عشتوها معنا، ويعني الحمد لله فهي دازت تحت واحد الامطار بالخير وكانت علينا بالخير، مادام انه الحمد لله من ناحيه ديال المشاركه فكانت المشاركه مكثفه وراكم لاحظتوا داكشي عن كثب، وكذلك يعني حتى فيما يخص النتائج التقنيه فهي كانت في الموعد، خصوصا فيما يخص النساء، واللي جعل هذه النتيجة متميزة فهي أولا جات من بعد السنة الهير اللي دازت، فاش عاوتاني كنا حسنا يعني حسنا النتيجة ولا بيرفورمانس، واللي تيتلج الصدر أكثر هو أن الماراثون هذا العام ديال الفائز به فهو مغربي، والحمد لله يعني هذه تنعتزوا بها، وبالنسبه لنا زعما هاد السنه فغادي تكون ان شاء الله البدايه ديالو واحد المسار جديد ديال يعني الماراثون الدولي ديال الدار البيضاء ان شاء الله، فيما يخص التنظيم فيما يخص المسارات. الحمد لله العدد 15، وكيف كنا يعني تنطمحوا ليه، فالحمد لله وصلنا لذاك العدد ديال 15000، اكثر من 15000 متشارك. مقيم القيام مدينه قلمي ممثله المنتخب الوطني فائزه ب 10 كيلومتر على الطريق مدينه الدار البيضاء. الحمد لله انا فرحانه بهذا الفوز، وخصوصا انه جاي في بدايه الموسم وتحقيق توقيت جيد اللي ان شاء الله غادي يكون هو البدايه ديال الموسم ديالي هذه السنه ان شاء الله. نتمنوا انه يكون مزيان. السباق داز في ظروف جيده، والمطاف كان بيان اورغانيزي سيكوريزي. كنبغي نشكر اللجنه المنظمه اللي سهرت على هذا تنظيم التظاهره الدوليه، ونتمنى ان شاء الله الاستمراريه للسباق الدولي. اسم كريم حمزه السهلي من مدينه القصر الكبير، ومنتمي للمنتخب الوطني. من هذه المباراه اللي كنشكر الجميع الملكيه المغربيه على القوى. الحمد لله انا اليوم قدرت نسيطر على السباق من الكيلومتر الاول، والحمد لله هذا حفزني بانني نثق في راسي وفزت بالمرتبه الاولى اليوم في الماراثون الدار البيضاء. الباركور كان صعب بعض الشيء الحمد لله، ولكن رغم الصعوبه انني قدرت نسيطر على السباق والحمد لله فزت بالمرتبه الاولى. المنافسه كانت منافسه قويه، ولكن الحمد لله انني سيطرت على السباق الحمد لله يعني من الكيلومتر الاول، والحمد لله فزت بالمرتبه الاولى.